السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا بالفيديو ده اختبار عملي لمادة التقنية الرقمية للصف الأول الثانوي ومسارات، موجود على القناة أكثر من اختبار لمادة التقنية الرقمية للصف الأول الثانوي ومسارات أو غيرها من المناهج الدراسية بالنسبة للصف الأول الثانوي ومسارات. هنا السؤال الأول: اكتبي اسم الأداة المناسبة بالنسبة للطلبة أو الطلاب. اكتب اسم الأداة المناسبة: محاة، تحجيم، كتابة نص، تحديد، تدوير. وهذه هي العلامات الخاصة بكل مسمى، هذا تدوير وهذه تحجيم، ده علامة كتابة النص وده علامة التحديد ده علامة الممحى. لتغيير السطوع والتباين للصورة في برنامج الجيمب، نختار السطوع والتباين من قائمة الألوان، طبقة أدوات من طبقة طبعا الألوان. لتصحيح صورة باستخدام أداة المنظور من قائمة أدوات، نختار أدوات التحديد، أدوات التحويل، أدوات التلوين، أدوات التحويل. لحفظ الصورة في برنامج الجيمب من قائمة ملف، نختار حفظ باسم، استيراد، تصدير. تصدير تعد أدوات المرشحات مفيدة للغاية في برنامج الجيمب لتحرير الصور، ويمكن استخدامها من قائمة المرشحات. تعد أداة فرشاة المعالجة أداة رائعة لتصحيح بعض العيوب في الصورة، ويمكن استخدامها من صندوق الأدوات. ضع علامة صح أو خطأ. مفهوم النموذج بلغة HTML مستند يحتوي على حقول لإدخال البيانات. إجابة صحيحة. يستخدم WasFieldSet لتجميع العناصر ذات الصلة في النموذج. إجابة صحيحة. الرسومات النقطية يتم فيها تحويل جميع رسومات الخطوط إلى أشكال هندسية. إجابة خاطئة. يوفر برنامج بنسل 2D الأضرار التي تحتاجها لتنشيط أو إلغاء تنشيط قش البصل على الصور. إجابة صحيحة. عند إضافة نص في برنامج الجيمب تتم إضافته تلقائيا كطبقة جديدة. إجابة صحيحة. اكتب أو اكتب مكونات واجهة البرنامج في المكان المحدد. هنا شريط المهام، صندوق الفرش، صندوق الأدوات، منطقة العمل، صندوق الطبقات. اكتب أو اكتبي رقم التطبيق عند الكود الصحيح. ضع المصطلح أمام التعريف المناسب له. نظام يقوم بإدارة أو توجيه أو إعطاء أوامر أو تنظيم سلوك الأجهزة أو الأنظمة الأخرى. هنا بعض المصطلحات: جهاز يمكنه قياس التغيير في العوامل البيئية المحيطة، يعد أحد المجالات الحديثة للعلوم والتقنية، ويرتكز على إنشاء آلات ذكية تعمل وتتفاعل مع البشر، أحد أقوى البرامج المجانية مفتوحة المصدر لتحرير الصور. بعد برنامج مجاني يسمح لك بإنشاء رسوم متحركة مرسومة يدويا. ضع علامة صح أو اختر الإجابة الصحيحة. هنا اختر الإجابة الصحيحة. تعد النظارات الذكية مثال على تقنيات المساعد الشخصي، التعرف على الصور، التعرف على الكلام. من سلبيات الروبوت: تقلل من تكلفة الإنتاج، زيادة البطالة، استخدام في مهام خطيرة. لا يعد من الآثار السلبية لاستخدام الحاسبة لساعات طويلة.
زيادة التركيز، المشاكل الصحية، قدرة التخزين العالية. أحد أنواع تنسيقات الصور التي يدعم الرسوم المتحركة هو GIF، GIF، PNG، XCF. ضع على مساحة أو خطأ من غير الممكن الدفع في المحلات التجارية عبر الأجهزة المحمولة. امتداد الصور PNG من مميزاته يدعم ألوان الويب فقط. إنشاء المباني من استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق ضيق. الحوسبة السحابية تعد أكثر أمنا من الأنظمة التقليدية. المحتوى الرقمي لا يزال غير متوفر على نطاق واسع. طبعا هنا تقوم بإيصال ألف بما يناسب العمود به. كل علامة لها وظيفة معينة وكل أداة لها وظيفة معينة. هنا ضع أو ضع المسار المناسب أمام الوصف المناسب. ينشئ سطرا واحدا مخصصا للنص. ينشئ سطرا واحدا من النص مع خاصية إخفاء النص واستخدام مع كلمة المرور. ينشئ سطرا واحدا مخصصا للبريد الإلكتروني بالإضافة إلى خاصية التأكد الإلكتروني بشكل صحيح وكامل. ينشئ زر اعتماد خاص بالنموذج لإرساله إلى الخادم. يحدد زر الاختيار ويمكن للمستخدم تحديد خيار واحد فقط. هذه هي الإجابات. وهذا أيضا الإجابات. السؤال الأداة وما تقوم به من مهام. سؤال المسار المناسب أمام الوصف المناسب. هنا سؤال افتحي او افتح برنامج جيمب واظهر النوافذ الرئيسية للعمل على البرنامج. ادرج صورة واحد. قومي او قم بتطبيق مرشح رسم كرتوني مدون الخطوات من قائمة. نختار نعم الرسم كرتوني. ادرجي صورة اثنين في نفس الملف. صغير حجم صورة اثنين وانقليها على اليمين. قومي بعمل تدوير للصورة اثنين. تطبيق اداة المنحنيات لاصلاح الالوان في الصورة وبقية الاسئلة. في النهاية أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.